مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى فقرة النقاش من غرفة الأخبار. متلازمة الاحتراق الوظيفي نوع خاص من الضغط العصبي المرتبط بالعمل، حالة من الإجهاد البدني أو النفسي، تتضمن أيضا أحساسا بتراجع الإنتاجية وروح المبادرة، وربما تصل عند البعض إلى فقدان الثقة في النفس، حالة أصبحت منتشرة مؤخرا بسبب عدة عوامل أبرزها العمل على تحقيق موازنة بين الحياة الشخصية والعملية في ظل عصر السرعة الذي نعيشه. أعراض الاحتراق الوظيفي وأثاره السلبية على الفرد والمجتمع يجهلها البعض، لذا خلال هذا النقاش لنهار اليوم مشاهدينا سنتحدث عن مفهوم الاحتراق الوظيفي، أعراضه وأثاره على حياة الفرد، استراتيجيات تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وكذا طرق الحماية من هذه الحالة. إذن مشاهدينا لأكثر تفاصيل ينضم إلينا الدكتور حسام زرمان، أخصائي نفساني عبر تقنية سكايب. أهلا بك دكتور. أهلا بك، صباح الخير عليك وعلى كل. صباح النور. إذن دكتور، تكلمنا في المقدمة عن متلازمة الاحتراق الوظيفي، ما هي المتلازمة وكيف نستطيع أن نعرف بشكل مبسط متلازمة الاحتراق الوظيفي لكي يستطيع المشاهد فهم هذه الحالة؟ نعم سيدتي، أول شيء الاحتراق النفسي أو الاحتراق الوظيفي هو حالة من التوتر العصبي الشديد أو الإرهاق الشديد، يعني فيه تعب أو قلق يشعر به الموظف أو العامل في الجانب الجسدي والجانب النفسي وأيضا العاطفي بشكل أكبر، يعني يشعر فيه الموظف بأنه ما عادش عنده القدرة على المردودية أو القدرة على تقديم ما أفضل، وهذا الأمر عنده أعراض مهمة وهي أعراض جسدية وأعراض نفسية وأعراض عاطفية. كما تقول منظمة الصحة العالمية أنه هذا الاضطراب هو جديد في الوسط العام، وأيضا دليل تشخيص الأمراض العقلية والنفسية DSM يقول أن الاحتراق النفسي هو من الاضطرابات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير لأسباب واضحة سنتطرق لها في هذه المداخلة إن شاء الله، ولكن بشكل بسيط الاحتراق النفسي يشعر فيه الموظف أنه ما عندوش قدرة يقدم إلى الأمام، وأيضا إرهاق جسدي إلى جانب مجموعة من الأسئلة اللي لازم نطرحوها لكي نعرف هل هذا الموظف يعاني من احتراق وظيفي واحتراق نفسي أو هنالك إرهاق فقط، لأنه هنالك يجب أن يكون تشخيص فرعي باش نفرقوا من هذه المتلازمة وأشياء أخرى. نعم دكتور، تكلمنا عن الأعراض، كيف يستطيع الشخص تشخيص حالته بأنه مصاب بهذه المتلازمة؟ ما هي الأعراض؟ نعم سيدتي، أول شيء هذا سؤال مهم. في نقطة التشخيص لدينا مجموعة من الأسئلة أو اختبار، هذا الاختبار نقدمه للوظف أو العمل يجيب عنه، مثلا السؤال الأول ينطلق منه هل عندك انهيارات عصبية أثناء العمل؟ أو هل أنت عصبي مع العمال اللي معك؟ أو السؤال الثالث وهو مهم أيضا، هل تشعر بأنك غير راضي على نفسك في هذا العمل؟ والسؤال الرابع واللي هو أيضا الأسئلة المهمة، هل أنت تعاني من إرهاق جسدي جراء العمل وتخاف أنك تذهب إلى العمل لكي لا تشعر بأعراض جسدية ونفسية؟ كل هذه الأسئلة إذا أجاب بها نعم الموظف نقول هنا أنه يعاني من احتراق نفسي أو احتراق وظيفي. هذه هي النقاط الأساسية. الأعراض دائما لدينا الخوف أو القلق أو الاكتئاب أثناء أداء وظيفة العمل. الشيء الثاني صداع مستمر في الرأس أثناء أداء وظيفة العمل. الشيء الثالث نوبات هلع أو ليزاتاك دو بانيك أثناء أداء العمل. الشيء الرابع الشعور بعدم الرضا حول الوظيفة وأنه ما يقدرش يقدم إضافة في هذه الوظيفة. الشيء الخامس وهو الحاجة دائما إلى النوم أو العودة إلى المنزل، يعني هذا كله من أعراض الاحتراق الوظيفي وهو الاحتراق النفسي في مصطلح النفس. نعم دكتور، إذن لكل حالة لديها أسباب، ما هي أسباب الاحتراق الوظيفي؟ أسباب الاحتراق الوظيفي أولا لدينا سبب أساسي وعنصري، وحتى أنتم يا كوظفيين أو عاملين لديكم بعض الضغط أثناء أداء الوظيفة أو أداء العمل، ولكن
باش نعرفوا الاحتراق النفسي السبب الرئيسي ولسبب والغايه لظهور هذه الاعراض. اول شيء عدم القدره على اتخاذ القرار في العمل او عدم وجود استقرار في خيارات العمل، هذه النقطه الاولى. الشيء الثاني هو العرض الثاني او السبب الثاني هو عدم قدره العمل على انه يضيف اشياء يرضى بها على نفسه. الشيء الثالث وهو كمية الضغط أو المسؤولية المستمرة، لأنه كما نعرفوا المسؤولية موضوع على كل عامل أو موظف أنه لديه واجبات تجاه هذا العمل. هذه الواجبات يمكن أنها تتفاقم في بعض الأحيان وتفوق قدرته ويرضى أنه يستمر رغم الجهد. الشيء الخامس وهو عدم الشعور بهذا الموظف أو حاجته الأساسية. الشيء هو السبب الخامس وهو عدم قدرته على التوافق بين الحياة الطبيعية خارج العمل والعمل، وهذا هو الأسباب الموجودة حاليا حسب الدراسات المتاحة في أيدينا. نعم دكتور، إذن نستطيع أن نسقط الاحتراق الوظيفي على المسؤوليات الحياتية لكل فرد ليس فقط في العمل؟ نعم، الاحتراق النفسي، ولكن الاحتراق النفسي من ناحية المصطلح ومن ناحية التشخيص العلاجي يكون هذا الاحتراق الجسدي او الاحتراق الوظيفي يكون في جانب العمل. اما التعب او الاجهاد او الاسترس في الحياه العاديه لا يمكن ان نقول عليه احتراق نفسي، لانه الاحتراق النفسي لازم يكون في ميدان العمل. باش نفسه كما قلت يا سيدتي في البدايه يجب علينا او ان يكون هنالك تشخيص فريقي او شخص تشخيص فريقي نفرق بين انواع المتلازمات. يعني إذا قلنا الاحتراق الوظيفي أو الاحتراق النفسي راح يندرج ضمن الوظيفة أو العمل أو تحت الضغط معين. أما الإرهاق أو التعب أو القلق العام سيكون في الحياة الطبيعية أو العادية. لذلك هنالك اختلاف أو ابتعاد بين أنواع الاضطرابات، ويخلط يعني في بعض الأحيان العامل بين هذا الاضطرابات، يقول لك أراني أعاني من احتراق نفسي وأيضا اكتئاب، ويقول لك باللي لا يمكنني أن أفرق بين الإجهاد والاحتراق النفسي، وهنا يختلف بعد ذلك أساليب العلاج. نعم دكتور، كيف نستطيع تصنيف الاحتراق الوظيفي؟ هل هو حالة مرضية؟ في بعض الأحيان هذا سؤال مهم أيضا سيدتي. الاحتراق الوظيفي عنده مراتب، والمراتب عندنا المرتبة الخطيرة جدا وهي عدم القدرة الذهاب إلى العمل أو عدم وجود رضا عن النفس. وفي هذه النقطة المهمة إذا كان العامل ماهوش راضي على نفسه راح يصير له مشكلة في هوية الذاتية أو الشخصية، بعد ذلك يصير بالإحباط إلى غاية الاكتئاب. يعني هنا الخطورة تتفاقم تدريجيا، وأيضا نقطة الخطر هي أيضا أنه يلتجئ هذا العامل إلى المخدرات أو المهدئات اللي من شأنها يعني تضبط يعني تنقص من عملية أو مردودية هذا العامل أو الموظف، إلى أن يصاب على ذلك بقلق عام أو خوف من أداء أي وظيفة، وهنا في حد ذاتها هي الخطورة يا سيدتي. في بعض الأحيان إذا صنفناها في الحالة المرضية إذا كان الاحتراق النفسي أزيد من 6 أشهر، هكذا يقول التشخيص النفسي والتشخيص الطب العقلي، يقول لك إذا كانت الأعراض للاحتراق النفسي أزيد من 0 إلى غاية 6 أشهر هنا نقول بأنها حالة مرضية أو حالة عصبية وليست بعصبية، أي حالة أنه يشعر فيها الإنسان بمشكلة داخله ما عرفش كيفاش يحلها، وهذه نقطة ما تعرف بالحالة المرضية. نعم دكتور، إذا ما هي آثار هذا المتلازمة على حياة الفرد والأسرة والمجتمع ككل؟ نعم، حسب الدراسات يا سيدتي الجديدة والتي هي متاحة في العلاجات النفسية وأيضا الميدانية تقول بأن السكتة القلبية تعود بشكل أكبر إلى الضغط الوظيفي، لأن العضلات القلب في بعض الأحيان من شأنها أن تضعف بسبب الإجهاد أو كمية الضغط. هذا هو الأعراض أو النتائج الخطيرة جدا منها السكتة القلبية، الضغط والسكري، لأن الضغط والسكري دائما نشوفه ميدانيا، يعني ميدانيا الناس اللي حولنا تلقاه يقول لك انا اصبت بالسكر بداء السكري لانني كنت مضغوط، يعني مضغوط في حاله احتراق نفسي.
او احتراق وظيفي. الشيء الثالث هو الصداع المستمر، صداع نصفي، شاهدنا على بزاف اعراض مصابين بالاحتراق النفسي انهم يعانون من صداع خصوصا في فترات الليل. نقول لك ما على باليش علاش، لانه في بعض الاحيان كي تزرع عمليه الكبت انك تكبت، في بعض الاحيان يكون الضغط هذاك وتدعى بانك تقاوم هذاك الضغط، راح تسبب بعد ذلك انهيارات عصبيه او صداع. هذا من جانب الجسدي. من جانب النفسي يجب ان نفصل هذه النقطه بشكل اساسي. يحدث الاكتئاب، الاكتئاب اصبح منتشر في مجتمعنا، ونحن اونيزاجيريا نعرف بعضنا، الانسان ما عادش يرضى على نفسه بسبب الوظيفه في بعض الاحيان اذا كان فيها ضغط وفيها اشياء يعني ماهوش راضي على منتوجيته او راضي على مستواه. الشيء الثالث هو القلق او خوف من المجهول. والشيء الرابع هو مشكله الهويه، اني ما نقدرش نفسي في هذه الوظيفه. كل هذه الاسباب. اما الاضطرابات العاطفيه هو الشعور دائما بانني بانني ما اديتش حقي. هذه النقطه الخطيره ايضا، هذا كامل يعمل ضمن منظومه واحده، الجانب الجسدي والجانب النفسي والجانب العاطفي، ومن شانه يؤدي بالاضرار بنفسيه او جسد الموظف او العامل. نعم دكتور، في سؤال فقط. قبل سنوات الدولة الجزائرية أعدت قائمة بالوظائف الشاقة، على أي أساس تم اعتماد هذه القائمة؟ نعم، الاعتماد على هذه القائمة ينطلق من ناحية الزمن أو وقت العمل، إلى جانب طريقة العمل، وإلى جانب الشيء الآخر مدى رضا العامل على هذا الوظيفة. لذلك تم تصنيفها. مثلا يا سيدتي، إذا هزينا أمر الواقع، العمل في البناء او شيء اخر يكون فيه ضغط، ولكن هذا الارهاق الجسدي ينطلق فقط من الجوانب الجسديه. اما العمل اللي فيه يعني دقه ومردوديه او محاسبه اكثر، يصبح فيه العامل في دائما منتظر لما هو سلبي او خطير. يعني مثلا في مهنه الصحافه، في منهم بعض الصحفيين لازم يكون الخبر دقيق والخبر متماشى مع الوضع لكي لا يخطئ، وهذا من شأنه في بعض الأحيان يسبب له الإرهاق أو التعب، لأنه الأدرينالين أو هرمون الأدرينالين يعمل بشكل مستمر، من شأنه أنه يسبب إرهاق جسدي وإرهاق نفسي. وهذه وتلك القائمة التي نعم تعذر انقطاع الاتصال مشاهدينا. نعم دكتور، نحاول إعادة الاتصال بالدكتور حاليا مشاهدينا. دكتور حسام زرمان، هل أنت في الاستماع؟ إذن دكتور حسام، قبل سنوات الدولة الجزائرية أعدت قائمة بالمهام الشاقة، على أي أساس تم اعتماد هذه القائمة؟ أول شيء يا سيدتي، هذا سؤال مهم أيضا. القائمة التي تم وضعها بالأعمال التي تسبب الإرهاق الجسدي والإرهاق النفسي حسب درجات، أول شيء ضعوا في الاعتبار، تم وضع في الاعتبار مدة زمنية للعمل وشدة الثقل أو الإرهاق الجسدي لهذا العمل وشدة الضغط النفسي لهذا العمل، من شأنه أن يضع قائمة تدريجية لمدى صعوبة العمل. كما نقولوا مثلا العمل اللي ينطلق من البناء، يعني اعمال جسديه ما يكونش فيها بعض الاحيان ضغط شديد، على عكس الاعمال اللي فيها الاداره، مثلا مهنه الصحافه لازم يكون الخبر دقيق او منسجم مع الوضع لكي لا يشعر بعد ذلك المواطن باختلال في الاخبار، وهذا من شانه يسبب ضغط للعامل او الصحفي او اي عامل اداره من هذه النقاط المهمه. لذلك تم وضع قائمه المهن الصعبة على حسب الزمن، صح، حسب الجسد وحسب الراحة النفسية أو القدرة النفسية من شأنها تضمن مردودية العمل. نعم دكتور. إذا دكتور، حسب أخصائيين ودراسات فإن متلازمة الاحتراق الوظيفي تمر عبر مراحل، كم عددها وكيف تتم؟ نعم، مراحل الاحتراق النفسي على حسب الوضعية. أول شيء هو مرحلة التساؤل، يطرح لنفسه العامل علاش أنا أعمل في هذه الوظيفة وهل أنا راضي على نفسي. إذا كانت الوضعية سامحة بأنه يطرح هذا السؤال، وعلاش خلاه يطرح هذا السؤال بسبب أن الوظيفة تعب فيها ضغط، هنا ينطلق إلى المرحلة الثانية وهي
تأكيد أن هذا الوظيفة تسبب له ضرر. بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي توازن، يعني محاولة التوازن بين الوظيفة والحياة العملية، هنا فيها ضرر كبير، يعني هو راح يزيد يضغط على نفسه من خلال محاولته إرضاء الجانب الوظيفي وإرضاء نفسه. بعد ذلك يصاب بالإحباط، وهنا تنطلق شدة الأعراض، أنه يرى نفسه أنه موش راضي تماما على وظيفته، وأنه إذا نهض إلى عمله يقول علاش راني نايض أنا أصلا في هذا العمل. إذا عمل راح يعمل بدون مردود، لأن هي المرحلة الخامسة. المرحلة السادسة هي أنه يخاف أنه يستمر على هذا الوضع، ويدرك أو تجيه أفكار مشوهة أنه راح ينهار في أي لحظة، راح يصاب بإنهار جسدي أو إرهاق شديد، ويؤدي به إلى سكتة قلبية على حسب المشوهات المعرفية. هذه المراحل المتاحة لنا حسب كل حالة، لأنه تختلف بعض الأحيان، في منهم يقول لك عندي في الجانب العاطفي، في منهم يقول لك عندي في الجانب الجسدي، وفي منهم من يقول عندي في الجانب النفسي، وهنا ترجع إلى كيفية إدارة هذا الحال. في هذه المراحل، في أي مرحلة يستدعي على الفرد أن يطلب المساعدة من أخصائيين؟ نعم سيدتي، هذا أيضا من الأسئلة الجيدة. في المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة هو أنه يبدأ يحاول أنه يدرك الوضعية في عمله، أو أنه يحاول أنه يوازن على قد ما يقدر. هذا في هذه النقطة راح يسقط، لذلك يلجأ إلى الأخصائي النفسي، لأنه أنا أطالب أنه يتم توفير كل المختصين النفسانيين في كل ميادين العمل لكي يساعد العمال على توجيه. نعم. إذن دكتور، في أي مرحلة يتم على الفرد أن يطلب المساعدة من الأخصائيين قبل أن تتفاقم الحالة؟ أول شيء يا سيدتي، قبل أن تتفاقم الحالة لازم يدرك وضعيته الساعية. إذا وصل إلى المرحلة الرابعة أو المرحلة الثالثة، هي يطرح في نفسه التساؤل لماذا يحدث كل هذه الأمور، وكيفاش يوازن، أو يبدأ يحاول أنه يوازن، لا لازم يتوقف، لازم يلجأ إلى المختص النفسي. وأنا أتمنى وأطلب أنه يكون في كل مؤسسة عملية أو مؤسسة عمل أو مكان للعمل يكون مختص نفسي لمعرفة شؤون أو حالات ونفسية العمال، لكي يساعدهم عن طريق إدارة هذا الضغط ومحاولة إدارة هذا الضغط، لكي لا يصاب بعد ذلك بالإنهيار. المشكلة تاعنا يا سيدتي، أو نحب نوجه رسالة لكل مواطن أو كل مشاهد لقناتكم، أنه إذا أشعر بأن هنالك إرهاق شديد، لازم يحكي على سبب الإرهاق هذا مع مختص نفسي، لازم يلجأ إلى المختص نفسه في بعض الأحيان، وما يكابرش أو ما يضغطش على نفسه بشكل أكبر، لأنه إذا ضغط على نفسه في حالة الإرهاق الجسدي راح بعد ذلك راح ينهار، أو راح يسبب بعد ذلك ضرر إلى عمله، وبعض الأحيان ما يكونش راضي على نفسه إذا زاد الضرر. لذلك الغاية الأساسية في بعض الأحيان هو أخذ فترة راحة جزئية، والالتجاء إذا كانت الأعراض شديدة إلى المختص النفسي لخفض هذا الضغط، والابتعاد بشكل فقط أكبر على الأدوية المهدئات التي من شأنها تجعل نعم دكتور، في هذه النقطة فقط، في هذه النقطة تاع الأخصائيين النفسانيين، البعض يتجنبوا الأخصائيين النفسانيين ويربطوها بفكرة مغلوطة، كيف يستطيع الإنسان يتجنب هذه الأفكار؟ نعم سيدتي، هذا يعني ثقافة المجتمع الجزائري، يقول لك إن نروح عند بسيكولوج يقول لك لا أنا مجنون أو لا. خدمة البسيكولوج في بعض الأحيان أو المختص النفسي هي خفض الضغط عن طريق العلاجات النفسية، وكما معروف أنه الأدوية ما تعالج الاضطرابات العقلية والاضطرابات النفسية، هي فقط مهدئات. وبعض الأحيان يكون تقنيات العلاج النفسية هي الحل الوحيد في هذه النقطة، لذلك الإنسان لازم يوسع طاقته ويوسع سعيه لفهم هذه الأفكار، علاش المختص النفسي يخدم في هذه الأمور. غايته الأساسية هي مساعدتي على فك الضغط اللي راني فيه، وهذه النقاط المهمة. أنا أطلب من كل مواطن على الأقل يطرح استشارة للأخصائي النفسي، مش شرط يروح عنده، يستشيره في الوضعية اللي راهو فيها، لأنه نحتاج إنسان يوجهنا على حسب خبرته أو عمله في الميدان، لكي لا ينهار الإنسان بعد ذلك، لأنه
بتعبير ثقافي يولي المواطن يخلط، يعني يخلط في امور حياته وامور عمله، وهذا ما يؤدي به الى الانهيار والقلق المستمر، ومعدلات القلق في المجتمع الجزائري راح في تزايد. نعم دكتور، إذا دكتور تكلمنا عن الأعراض، الأسباب والآثار، كيف يستطيع الفرد أن يحمي نفسه من هذه المتلازمة؟ نعم سيدتي، كيفاش يحمي الإنسان نفسه من هذه المتلازمة؟ أنه يخلي أو يترك حدود عمله في العمل أو مدة الزمنية للعمل، إذا كان عنده يعني التزامات أخرى خارج العمل في منزل مثلا، يبقى مرتبط بالعمل، هذه نقطة نوعا ما لازم ياخذ لها راحة. اما الانسان اللي عنده مده زمنيه مثلا من السابعه الى غايه الرابعه او الخامسه، لازم بعد الرابعه او الخامسه يدرك انه حياته هي مهمه في ناحيه العالم الخارجي، انه يرجع الى الراحه، يرجع الى الطعام الجيد، يرجع الى النوم، يرجع الى الاسره تاعه لكي يخفض هذا الضغط. الى الشيء الثالث هو انه ما يردش على نفسه، بمصطلح هذا عام، ما تردش على نفسك، اي انه ما تكبتش الامور تاع العمل، عندك مثلا شيء مقلقك، روح الى مديرك او شخص يعني اطرح له تساؤلك في هذا العمل اللي راك تعمل فيه، علاش راك مضغوط؟ علاش من الناحيه هذه؟ لانه في بزاف يقول لك انا مضغوط بصح نخاف من نهضر للمدير، لا، من شانك انك تطلب حقوقك وتؤدي واجباتك. الشيء الثالث وهو اذا شفت نفسك راح تنهار جسديا او عصبيا او نفسيا، خذ لك راحه او خذ لك مثلا فتره عطله قصيره، وحاول بين الويكاند او عطله اسبوعيه انه تتاخذ راحه جسديه من شانها انها تعيد تنعش طاقتك الجسديه. الشيء الرابع وهو اداره الغضب، لازم نتعلموا اداره الغضب اثناء الوظيفه، يعني وظيفه تبقى في مجالها واحد، والانسان ما ينساش مجال حياته، لانه الحياه تستمر بالوظيفة أو بلا وظيفة كنقطة مهمة، ولكن حاجته الاجتماعية للعمل هي مهمة، ولكن لكي لا يضغط على نفسه ويفسد حياته لازم يخلي الوظيفة في مكانها، يعني عمل يبقى في مكان العمل. والشيء الثالث وهو الشيء الخامس وهو المهم، أنه الإنسان لازم عليه أنه يتعلم مهارات أو تقنيات بشأنها تخفض قلقه مع الزملاء من خلال انه يتحاور، عمليه التحاور بشكل سلس، وهذه كل الامور تساعد المصاب بهذا الاحتراق النفسي او الاحتراق الوظيفي من تخفيض هذه الاعراض. وفي حاله الخطر يجب ان يلجا الى المختص النفسي لكي يساعده بشكل اساسي. شكرا دكتور حسام على كل هذه التوضيحات. إذا مشاهدينا كان معنا دكتور حسام مرزان أخصائي نفساني. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نقاشنا، بقيت فقرات غرفة الأخبار متواصلة لكن بعد الفاصل.